رايحة فين يا ندى؟ جاني قالت لك ولا ايه؟ أيوة جاني اللي قالت لي، رايحة فين بقى؟ رايحة المستشفى، حاسة اني تعبانة شوية. أنا أجيب لك الدكتور هنا، ملوش لازمة الخروج يعني. لا، عايزة أعمل شوية تحاليل. طيب أنا أجيب لك الناس هنا يعملوا لك التحاليل اللي أنت عايزاها. أنا مخنوقة شوية وعايزة أخرج، مش طايقة نفسي. أيوة مدام ندى، في حاجة؟ لا أنا كمال يا بابلو، بقول لك إيه؟ ندى عايزة تروح المستشفى وأنا عايزك تروح معاها. هي تعبانة لا سمح الله؟ لا كويسة إيه، بس هي عايزة تخرج. أيوة يا سيدي دلوقتي. لو مش عايز تيجي أنا هروح لوحدي. 10 دقايق وهبقى عندك، مسافة السكة. خدي مين الجاي ده؟ بس لا مؤاخذة ده مش طريق المستشفى. اسمع الكلام. أكيد طالعين على طريق السخن. Maybe I'm just a fool to believe. بابلو، في ازازه في شنطه العربيه، روح جيبها لي. عايزه تجيب على الصبح كده؟ لان الثالث مره هتباع، هعمل حاجه غصب عني. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان ما ينفعش. أنا طالعة أنام، ما تصحينيش، خليني أصحى براحتي. سيادتك اطلعي نامي فوق وانا هريح على الكنبه اللي تحت. لا انت هتنام بره.